واخيرا محافظ البنك المركزي طارق عامر في كلمته خلال المؤتمر اكد على اهميه البحث العلمي ودوره في الاقتصاد المصري، مشيرا الى انه لم يحظى باهتمام كبير خلال الحقبه الزمنيه الماضيه، واضاف انه يجب العمل على تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد استهلاكي الى تنافسي. انا عملت في مصر في طول حياتي المهنيه يعني يمكن 38 سنه، فأعتقد أني عندي إحساس وإدراك ببعض الأمور اللي هي ليها علاقة به، اللي أنا أراه أنه نحن أهملنا البحث العلمي بدرجة كبيرة جدا وأصبحنا سوء استهلاكي. فكيف نستطيع أن نحول اقتصادنا إلى اقتصاد منافس إذا كان ليس هناك بحث علمي مرتبط بالصناعة والمنتجات والخدمات وبه عقول على أعلى مستوى ويمول بموازنات جيدة من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد وقيمة للجنيه المصري وقيمة للمنتج المصري يستطيع به أن ينافس؟